رجعنا مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد. لسه مستمرين مع بعض في فقراتنا، وصلنا لفقرة تهمنا كلنا الحقيقة كمصريين على مستوى آخر غير مستوى السياسة. يمكن مصر الفترة اللي فاتت أو في 2013 كانت بتعيش أيام صعبة وأيام لخبطة وأيام كلها تكهنات. نخرج بره السياسة بقى والجو السياسي شوية ونتكلم عن مصر. ويمكن الفترة اللي فاتت أقيم في مصر حفل مهرجان لاختيار ملكة جمال العرب، مش ملكة جمال مصر، ملكة جمال العرب. واللي فازت في المسابقة دي مصرية، شيء مشرف جدا وشيء يسعدنا كلنا انه تكون ملكة جمال العرب هي بنوتة مصرية من مصر، من بلد الفراعنة. المهرجان ده ايه فعالياته، كانت عاملة ازاي بيتم المشاركة فيه؟ حاجات كتيرة واسئلة كتير جدا اكيد بتدور في اذهاننا كلنا، خلينا نسألها لضيوفنا اللي موجودين معانا. ونشوف كمان ملكة جمال العرب اللي منورانا النهارده في استوديو نهارك سعيد صباحا، هيكون معانا الاستاذة حنان نصر رئيسة المهرجان، وهيكون معانا مريم مرجان وهي ملكة جمال العرب. صباح الخير يا مريم، نورتينا ومبروك والف مبروك علينا كلنا. صباح الخير يا استاذة، صباح النور، نورتينا برضو، واحنا مبسوطين جدا بيكي النهارده في نهارك سعيد، لانك اكيد من الناس اللي عملوا مجهود كبير في المهرجان يا استاذة حنان. الحمد لله. طبعا الحمد لله. طيب ناخد بس كلمتين منك كده في الاول يا مريم، نعرف بيهم انت كنت بتدرسي ايه وازاي فكرتي ترشحي نفسك في المهرجان ده، وكنت داخله ايه الهدف اللي كان نفسك توصلي له؟ انا بدرس اعلام، وانا عرفت عن المسابقه عن طريق واحده صاحبه ماما وكده. كويس. وبعدين دخلت عملت بقى سيرش على النت ودخلت، عجبتني جدا فكره المسابقه لان هي مش زي اي مسابقه جمال خالص. فقررت ان انا اشترك فيها يعني. وقررت من هنا ان انت تقدمي، وكان طبعا ناس كتير جدا مقدمه، مش انت بس يعني. من مصر اكيد كان من مصر كان في ناس. طب استاذه حنان، بيتم ازاي الاعداد لمهرجان كبير زي ده، ملكه جمال العرب؟ ما هوش بس مقتصر على مصر وبنات مصر، لا ده انتوا يعني الشرق الاوسط كله بتتكلموا عنه يعني. ازاي بيتم الاعداد ليه؟ هو طبعا احنا ابتدينا من 2006، وكان شرم الشيخ اول بدايه للمهرجان ده. جميل. وتطور المهرجان وكبر وبقى يضم تقريبا 22 دوله عربيه، سواء مشاركين من الفتيات او مشاركين في لجنه التحكيم او مطربين وفنانين بيحيوا الحفل. يعني دايما عندنا الدول العربيه كلها فيها مشاركات. كويس. بشكل او باخر يعني. طبعا لانه المهرجان يعني بيتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا العربيه، فهو مهرجان موضوع على اجنده وزاره السياحه المصريه وهيئه تنشيط السياحه. كويس. وجامعه الدول من خلال موسوعه التكامل الاقتصادي العربي الافريقي واتحاد المبدعين العرب، وبترعاه مجموعه من السفارات العربيه. كل سنه بيكون عندنا دوله ضيفه شرف في المهرجان. يعني وزاره السياحه كانت بتشارك معاكم في المهرجان؟ هي الراعي الرسمي. هي كانت الراعي الرسمي لمهرجان. هي مش الراعي الرسمي السنه دي، هي من 2006 هي الراعي الرسمي. وانا برضو عايزه اصحح حته ملكه جمال العرب، هو المهرجان اسمه مهرجان السياحه العربيه لاختيار فتاه العالم العربي المثاليه ميس ارابورت. لا ده يمكن عشان احنا بنقولها دايما ترجمه يعني المختصر، ميس عرب، ملكه جمال العرب. طبعا البنات بيحبوا اللقب ده لانه هو لقب جميل، وكمان بيحبوا فتاه العالم العربي المثاليه لانهم بيحسوها قوي في فعاليات المسابقه. واحنا بقى لنا قد ايه ما كسبناش في مسابقه زي دي؟ احنا ما كسبنا، انا المسابقه بعملها من 2006 واول مره مصر تفوز. انا شايفاه حدث جميل، ويعني احنا محتاجين له يعني السنه دي يعني. مريم، كان في صعوبه واجهتك وانت بتقدمي في المهرجان عشان كمحاوله منك للاشتراك فيه او المشاركه فيه؟ لا، هي الصعوبه ما كانتش في ان انا اقدم، هي الصعوبه كانت ان انا كان معايا منافسين اقوياء جدا. منين بقى؟ ايه البلدان اللي كنت شايفه ان هم بينافسوكي على مستوى الجمال والثقافه كلهم، واللياقه والرياضه؟ لا كلهم، ما كانش في حد ما تشوفيهوش الا تقولي لا ده ياخد اللقب، لان فعلا ما فيش واحده فيهم اللي هو كانت ان هي جديه ان هي تاخد اللقب. فهي المنافسه كانت يعني جوه بقى المسابقه، مش في الاشتراك خالص. هي بس اكيد كان في بلد معينه كانت مقدمه برضو يعني. هي اكيد بقى الوصفات اللي بتاعت يعني، هم الوصفات هم اللي برضو لما تشوفيهم تقولي يعني. الوصيفه كانت ايه؟ الوصيفه الاولى بلد من زين الاردن، والوصيفه الثانيه بحرين، والوصيفه الثالثه لبنان.
لبنان. اوكي. لا بس يعني انا سعيده، انا شخصيا سعيده، واكيد كل الناس هيبقى سعداء جدا انه ملكه جمال العرب من خلال المهرجان اللي قدمته برضه كانت بترقصه الاستاذه حنان ومريم تكون هي ملكه جمال العرب. وده انتوا كنتوا متوقعينه ولا كنتوا شايفين ايه؟ اكيد قبل المهرجان ما يحصل طبعا ما حدش كان متوقع، لكن وقت ما كان المهرجان حاصل والبنات قدامكم والمشتركات بثقافتهم وبجمالهم وبجسمهم شايفينه عامل ازاي؟ هو الحقيقه يعني لجنه التحكيم كانت قويه جدا. فما حدش كان يقدر يعني يتوقع حاجه. وكل حاجه كانت بتتم بسريه تامه. واحنا طبعا عندنا امين عام المهرجان الاذاعي احمد نور، وده رئيس لجنه التحكيم، وكان معاه امين سر المهرجان، فدايما الورقيات كلها بتبقى عنده. لجنه التحكيم السنه دي كانت طبعا فيها الاستاذ عفاف شعيب، كان فيها الدكتوره سناء الشريف المجلس القومي للمراه، وكان ليها دور كبير. فعايزه اقول لك وطبعا مجموعه ثانيه. طب انتوا اخترتوا على اي اساس تم اختيار لجنه التحكيم؟ احنا لجنه التحكيم بتبقى باقه متخصصه كل واحد في مجاله. يعني لو قلنا ان خاص بالمراه قلنا المجلس القومي للمراه، فنانه للفن طبعا بتشوف الجانب الفني في الشخصيه. في عندنا منى عتيقي من المغرب خبيره في الاتيكيت، في عندنا عبير الحيد في خبيره من السعوديه خبيره في التجميل، عندنا منى الحسن خبيره في التزيين، عندنا حد خاص بالكرييتيف. يعني كان عندنا ناس هلا جمال من البحرين. يعني عايزه اقول لك انه كانت المنافسه قويه. البنات طبعا زي ما بتقولك مريم كانت المنافسه بينهم قويه، وكنت تتوقعي اي بنت ممكن تاخد اللقب. فاحنا كنا، انا طبعا كنت زي كل اللي بيستنوا النتيجه، انا كرئيس المهرجان ما بتدخلش في النتيجه، لكن البنات بذلوا مجهود كبير. الكامب في درجات كانوا يعرفوا بيها تمام من قبل الكوندر. خلينا نشوف الفيديو اللي فيه مريم بتفوز اعتقد باللقب او حاجه زي كده. يعني خلينا نشوف الفيديو ده، هو في الحفله الاخيره ده يا مريم ولا كان ايه؟ دي الحفله الاخيره خالص. ده انتي؟ ده انا. زي القمر يا مريم. ميرسي، ربنا يخليك. علقي لي بقى، قولي لي كانت لحظاتك، لحظات الفوز كانت عامله ازاي؟ كنت متوقعه؟ لا يعني حقيقي خالص. فعلا كنت متوقعه ولا اتفاجئتي؟ تمام. لو هتلاحظي يعني كده كل البنات جميلات جدا وممتازات، ما شاء الله كلهم على مستوى جمال عالي جدا جدا جدا. وزير الرياضه كابتن طاهر كان موجود الحقيقه ودعمنا وشجعنا، ومعالي وزير السياحه كان جاي، لكن للاسف هو طبعا الراعي الرسمي دينا دين فهد ملكه جمال العرب 2012. يعني طبعا زي ما كان في حضور، شايفه حضور قوي كان جدا، كان في حضور قوي، فنانين وسياسيين واعلام. فين مريم؟ راحت فين مريم؟ مريم ايه خلاص. طيب المستوى الثقافي كان ايه اهم حاجه المفترض انه ملكه جمال العرب تكون متوفره فيها؟ الثقافة ولا الجمال؟ يعني كم في المية ثقافة كم في المية جمال؟ لا هي ممكن تبقى أقل نسبة خالص، كانت نسبة الجمال بجد؟ لأن هو كان مثلا كل الامتحانات اللي كنا بنمر بيها كانت إن هي امتحانات لثقافة، امتحانات ما كانتش بس كمان امتحانات ثقافة، كان في زي ريبورت يعني. كان في ريبورت كان بيتكتب عنك كل يوم عن مثلا تصرفاتك، فهو كانت اقل نسبه خالص كانت ممكن تبقى نسبه الجمال مثلا. يعني بتهتموا في المهرجان مش فقط بالشكل الخارجي، انما بتعاملها ازاي مع الناس؟ هل هي كريتيف ولا لا؟ حتى اللي عملنا له مسابقه في الطبخ. كل بنت قدمت اكله من بلدها يعني في واحده جميله زي عايزه اقول لك عملت اكله زي ماريا بتعرف تطبخ. قدام الكاميرا على فكره، هم ما طبخوش يعني، عملوا وكان معاهم شيف. مش اسرار يعني؟ لا كان معاهم شيف كبيره، وكل واحده طلبت الحاجات، وطبعا كان في اكلات غريبه لان الدول يعني كل واحده عملت اكله، وكانت لجنه التحكيم قويه جدا. والبنات اتبسطوا في اليوم ده جدا، يعني عايزه اقول لك كان يوم جميل. يعني الترتيبات والاستعدادات اخذت وقت يعني عشان تقدروا تحددوا ميعاد زي ده وان هو يقام في مصر. عشان يقام في مصر ده اكيد هيبقى البنات اللي بيشاركوا ممكن يكون عندهم شويه قلق ان هم يجوا مصر كانت في الفتره دي علشان يشاركوا في مهرجان زي ده. هل كان في صعوبه
يمكن السنه اللي فاتت كانت اكتر. انا عملت اول مهرجان على فكره ميعاده ثابت، يعني بيبتدي 16 ديسمبر، ده ميعاد ثابت على الاجنده الخاصه بوزاره السياحه المصريه. السنه اللي فاتت لو تفتكري 16 ده كان التصويت على الدستور، 16 كان التصويت على الدستور 16، وكانت الاجواء مشحونه جدا، فكان يمكن. لكن السنه دي الحمد لله احنا شايفه ان احنا يعني عملنا تنشيط للسياحه العربيه. لو شفتي حضرتك نسبه الحضور كسائحين عرب جم يحضروا المهرجان، وكان كانت حاجه كبيره وما كانوش خايفين، واحنا عملنا لهم دعوه طبقا ل يعني معالي وزير السياحه احنا قابلناه، هو استقبلنا في مكتبه واهدى البنات كلهم سفيرات للسياحه المصريه، وعلى اساس انهم يكونوا مشاركين في العمل الخاص بوزاره السياحه لمده سنه، وهم شافوا بنفسهم الدعم اللي احنا عملناه ليهم. وكل الاخوه العرب اللي كانوا موجودين في المهرجان كانوا حاسين بده، حاسين بان احنا عاملين مجهود كبير عشان يعني تقدروا تقوموا بالمهرجان، حاسين ان هم جايين بيعملوا حاجه لمصر. تمام، يعني هم طبعا السياحه كمان ترفعوا اسم البلد في اي مجال من المجالات، سواء وكمان ده التوج. يمكن السنه دي الحمد لله التوج برفع علم مصر وفنان عفاف شعيب، وكل الحضور يعني غنوا لمصر في نهايه المهرجان وباسم مصر، وكانت الحقيقه حاجه رائعه السنه دي. يعني الفيديو شغال معانا على الهوا، وتعظيم سلام لمصر. ده ايه؟ دي مطربه، دي مطربه لبست فستان من الجيش المصري، الفنان احمد فايز كان الديزاينر، ليلى غفران كمان، وطبعا عصام كاريكا. كل الفنانين الحقيقه جم يعني داعمين، جم يشاركوا معاك، جم داعمين يعني. طب ومريم، طموحاتك بقى وعلى اللونج ران نفسك بقى بعد ما يعني اكيد المسابقه دي غيرت بلانز وخطط في حياتك كتير. اكيد، واكيد برضو حطيتك في موضع الاهتمام والسبوت لايت من الناس اللي حواليكي، واكيد بعد شويه كمان هيبقى من الجرائد والمجلات والميديا والحاجات دي كلها. ايه اللي اتغير في حياتك وطموحاتك، نفسك تحققي ايه الفتره اللي جايه؟ بصي، هو اولا فكره ان احنا خدنا سفيره السياحه المصريه وسفيره العطاء، فدي لوحدها حاجه لازم يعني ما نهملهاش، او ان هي بس مجرد ما انا خدت اللقب ما ينفعش ان انا ما اعملش بيها، لازم طبعا. فسفيره العطاء دي انا قررت ان احنا نعمل حملات ل 57 داتا 57، ده الاهم الاول، ونعمل حمله توعيه لتنشيط السياحه. وبعد كده بقى ببص انا ممكن اعمل ايه لنفسي، لكن في الاول لازم الاول يعني ان انا بس ان حاجات لازم نعملها كان احنا يعني احنا بقينا سفرة ليها بس. ده بالنسبه على مستوى العام اللي هو المستوى البلد، بس انت كمان اكيد عندك طموحات شخصيه، عايزه تشتغلي في مجال ايه؟ انت خلصتي طبعا دراستك؟ لا لا لا، خلصت ايه، ده انا لسه اول سنه. لسه اول سنه؟ اوكي طيب تمام، يعني جود لك بقى ان شاء الله، يعني ان شاء الله تنجحي كده وتخلصي الاعلام وتشتغلي معانا مذيعه. هو ده بقى، هو ده طموحي يعني. يعني عشان تخصصك بقى فتخرجي منه على الشغل على طول يعني. ان شاء الله ناويه ان شاء الله تبقي تكملي في الميديا. في الميديا وان شاء الله يعني بودكاستنج اذاعه وكده. طيب عظيم جدا، اهلا بيكي مقدمه. على طول تتجهي بقى على التلفزيون المصري على طول، انتي بتقدمي حاجات للبلد للبلد. يلا طيب، انا بشكركم على وجودكم معانا النهارده، وجود لك للاستاذه حنان في المسابقه ان شاء الله السنه القادمه، وتسلم مريم التاج المصريه برضو ايضا، ولو ان احنا ما بيفرقش معانا ابدا سواء كانت مصريه او غير مصريه، لكن يسعدنا ان هي تكون مصريه. مريم مبروك وجود لك، ونشوفك ان شاء الله الفترات القادمه يكون ليكي ادوار فعاله، وانت بنوته صغيره عندك مستقبل لسه ان شاء الله كبير وطويل، بنت جميله هتقدري ان تحققي كتير قوي، احنا املنا فيكي برضو ان انت تعملي حاجات كويسه للبلد. شكرا ليكي، جود لك. مشاهدينا كان معانا مريم مرجان ملكه جمال العرب، نورتنا في نهارك سعيد النهارده، وان شاء الله نتمنى لها كل حاجه كويسه في 2014. كان معانا كمان منسقه او رئيسه المهرجان، علشان نعرف اكتر عن لو في حد عاوز يشارك في المهرجان، عايز يكون السنه الجايه هي ملكه جمال العرب. عرفنا تفاصيل شويه، تفاصيل ايه المواصفات، ايه الترتيبات اللي بتتعمل للمهرجان ده يعني من الاستاذه حنان، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي نعرف اكتر، ويكونوا معانا في فترات قادمه في 2014 نعرف اكتر وتفاصيل اكتر عن الموضوع. شوفونا بعد الفاصل، لسه معانا فقرات اكتر، والفن وحصاد 2013 كان عامل ازاي. يلا